بالنسبة لورشتنا اليوم هي عن الفنانة فريدة كاهلو، فنانة هي مكسيكية تحدت الإعاقة. بحبنا نحن أن ندخلها نعلم للطلاب كيف أنه الإنسان يقدر يتحدى أي معوقات عنده ويقدر يبرز فنه ونشاطه. طبعا نحن ربطناها بالتراث القطري، أنه الفنانة فريدة حنلبسها نحن زي القطري، مع يعني التركيز على شكل أنه هي تلبس التاج اللي يكون كلياته من الزهور. أنا اليوم تعلمت معلومات جديدة عن الفنانة فريدة، وأنا مبسوطة كتير لأن تعلمت هذه المعلومات.